الى ملعب المباراه الى حسن العيدروس. بركه بدايه لهذه المباراه، مشاهده ممتعه لكم مشاهدينا الاعزاء، بعد شكر الكابتن ياسر والكابتن حاتم. حسن تفضل. شكرا محمد السعدون الكواري، الشكر كذلك لضيفيك في الاستوديو. الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله. لدينا نفراكي وكذلك ريكو لويس، هناك ذكر الأسماء التي تغيب عن هذا اللقاء. نادي مانشستر، الحارس أرتيغ، الحارس الذي يحمي عارين مباريات الفريقين، الإثارة حاضرة منذ البداية والفرصة هنا تأتي لكنها تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة ركنية من دون مقدمات، من دون أي معطيات. يريدون استئناف المواجهات المصيرية دائما ما بين بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في هذا الموسم. وعاد كالعادات، هنا نعود إلى الجنون من خلال منافسات بطولة المنافسات الإنجليزية ككل من بوابة هذه البطولة، حيث هالاند المتعطش للعودة مرة وصلت عن طريق ريكو، بعد ذلك دي بروين يتقدم عند الكرة في اليمين، هالاند والتمرير ممتازة خطيرة. كيف ضاعت، كيف ضاعت، كيف ضاعت هذه الكرة، تمريرة هالاند، لكن في الأخير في عام 2018 وها هي الأمور كذلك لسرق الأضواء من جديد. عرضية تأتي، تسمع التي لم تتواجد، بينما هنا تمرر تأتي عن طريق تقدم، بعد ذلك في وسط الملعب نقلة حاضرة إلى أقصى اليمين منقولة. سيتي هنا يضغط منذ البداية ويحاول أن يصل على قائمة، تقدم هنا في اليسار ممتازة إلى كيفن دي بروين وتزيدها لكنها ضعيفة. سالوس في آخر خمس مباريات على حساب فريق ليفربول، كرة منقولة طويلة، التغطية كانت على مختلف المسابقات. هنا دي بروين والعرضية والفرصة تأتي، الله، جول هالاند، وهالاند يقول فحان وقت هالاند بأهداف هالاند بظهور هالاند بخطف الأضواء من جانب هالاند. لكن كنت أتحدث عن كيفن دي بروين وكنت أتحدث عن تمريرات الحاسمة، وصلت الجانب الأيسر لمصلحة فريق ليفربول، انطلاقته منقولة في وسط الملعب، تمريرة حاضرة، مباراة سريعة منذ أول مستمرة، انطلاقة سريعة، بالمر عند كرة عرضية تأتي، ولكن في الأخير التغطية في قائمة منتخب إسبانيا خلف الكثير من الحديث. حصل الطرف الأيمن وصل أن يلحق، وصل هنا من أجل أن يصل بالأرقام، لكن هنا الليمر من خلال الكرة أريدز في كرة في هنا صلاح التمريرة، كرة ما زالت عن طريق داروين نونيز، ينقل الكرة، خاطئ الكرة ويحاول يراوغ، يتقدم هنا في اليمين، عرضية تأتي لكن مرادة، وهل يصل إلى مطلبه؟ كرة منقولة طويلة لمصلحة السيتي، تمريرة نقلة بعد ذلك عن طريق أنتيبو، التمريرة ممتازة، فرصة تأتي، جول جول جول، فابيو يقولها، نحن ليفربول، نعم نحن ليفربول، هكذا قال فابيو كارفاليو، يسجل هدف التعادل، القمة تعود مثل ما بدأت، ولكن مع هدفين سجل هالاند، ولكن هنا فابيو كارفاليو هو من رد وهو من سجل، لكن بطريقة ممتازة، ماضي السلام، هكذا تقدم، مرر تمريرة رائعة، وبالتالي تحضر كرة ما زالت قائمة خطيرة، ما زالت مستمرة، يريد أن يمر، يريد أن يعرض كرة العرضية تأتي، والفرصة باتجاه السفاح، السفاح كان في الانتظار، هالاند كان ينتظر الكرة، يريد أن يسجل، يريد أن يزور شباك مرمى الحارس كيلر من جديد، الذي قام به منذ البداية في هذا اللقاء، تمريرة دفاع موسيقاه من جديد الحاضرة هنا، بينما الصلاح يتقدم، صلاح يحاول فيها، ريكو ينقل كرة في اليسار، عرضية ترسل، الخطورة، المتعطش لإحراز الأهداف، كرة منقولة عالية لكن من الركلة الركنية منقولة، كرة أرضية، بالمر والتسديدة، الكان
بالمر من الطرف الايسر، عرضيه ترسل لكن هذه المره السلام رائعه باتجاه صلاح. صلاح 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 داروين نونيز يتقدم هنا الخطوره للريدز، محاوله ما زالت، يطلب الكره دي بروين دي بروين دي بروين دي بروين والعرضيه لكن باتجاه هولاند. ماذا سيفعل ماذا سيفعل هنا؟ تمرير لكن في الاستلام السلام فنان في اللقطه الماضيه، تمريره من فاضل الكره الطوليه الى اقصى طرف الايمن حيث رياض محرز في الكل. عند الكره من الجانب الايمن عرضيه ترسل يا سلام الله الله على كيفن دي بروين وما يفعله، يقدم التمريرات وكأنها هدايا، يرسل العرضيات. نعم وكيفن دي بروين يحاول فرصة خطيرة تأتي، الله أوه يا غوندوغان، كالير ممتاز في التصدي ولكن عينك عينك على دي بروين والمرة ممتازة تمريرة صلاح عند الكرة هنا تحضير لك الكرة باتجاه بالمر، تمريرة بالعرضية ترسل عالية خطير الكاي 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 غوندوغان باتجاه هالاند، هالاند يحاول فولا كرة داخل منطقة الجزاء، عرضية تأتي راسية من ثناك في اليمين خطيرة هنا تأتي، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله رياض بسحره فعلها وبسحره سجلها بالكرات التي اعتدنا أن نشاهد فيها رياض، هنا يحلق عاليا محرز يحرز ثاني الأهداف لمصلحة السيتي. نعم بكرة لكن قمة مثالية قمة مميزة هنا ممتازة، كرة في اليسار بالمر والعرضية بعد ذلك الراسية رياض والتمريرة ممتازة إلى بالمر بعد ذلك لمن هذه الكرة عودة بعد ذلك في وسط إلى أقصى الطرف الأيسر وصلت بعد ذلك في أكثر من توج بألقاب هذه البطولة كرة نونيز 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 الله 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 حينما يتجلى العرب في أرض الإنجليز يسجل رياض وبعد ذلك يسجل صلاح ويعود مرة أخرى ليعزف موسيقاه الكروية هنا في ملعب الاتحاد محمد صلاح. كيفن دي بروين والعرضية ترسل والراسية تأتي، الله 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 الهولندي يفعلها بعد صناعة جاره البلجيكي. أشاد الأسكتلند ديفيد مويس المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي ويست هام يونايتد الإنجليزي بالدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول. ديفيد مويس واجه صلاح عديد المرات في الدوري الإنجليزي في تصريحات للإعلام المصري تحدث بثناء كبير عن الفرعون وهداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي. وقال مويس في تصريحاته لقناة أون سبورتس واحد، محمد صلاح لاعب خارق للعادة يقدم مساهمات رائعة لفريق ليفربول ومستمر في تسجيل وصناعة الأهداف ويعتبر أحد لاعبي القمة في تاريخ النادي. وأضاف أعتقد أنه لكي يفوز بجائزة الكرة الذهبية يجب أن يحقق العديد من الألقاب ومع ليفربول قادر على تحقيق ذلك خاصة بعد أن فاز بالدوري من قبل، لكن المنافسة في أوروبا صعبة بوجود مانشستر سيتي وبايرن ميونخ. وأكمل محمد صلاح دائما ما يكون قريبا من الكرة الذهبية ويتواجد ضمن قائمة لاعبي القمة في العالم واستمرارته لسنوات عديدة أمر رائع.